تم إطلاق عمل هيئة الرياضة والشباب عام 2022. بعد إطلاق الهيئة تم تشكيل لجان فنية لكافة الألعاب في تركيا، وتم إقامة نشاطات رياضية بالألعاب المشكلة من قبل اللجان الفنية في ولاية قيصري، كلس، عنتاب، مرعاش، أنطاكيا. بالنسبة للعمل الداخلي تم عقد عدة اجتماعات مع ممثلين وزارة الشباب والرياضة التركية والأخوة المنسقين ومدراء المكاتب بالمناطق المحررة لتوحيد العمل الرياضي تحت مظلة رياضية واحدة. طبعاً أول خطوة بالعمل الرياضي تم تشكيل اتحاد كرة القدم، ومن خلاله تم إعداد اللوائح الانضباطية والفنية لإطلاق الدوري الموحد لكرة القدم للدرجة الأولى والثانية. وفعلاً تم هذا الدوري والحمد لله نجح بنجاح بنسبة جيدة جداً، وحالياً في نهاية دوري الدرجة الثانية اللي رح يتأهلوا لمصاف أندية الدرجة الأولى. اتحاد كرة القدم كمان خلال فترة الدوري اللي صار على مرحلتين ذهاب وإياب تم إقامة دورات بالتحكيم في كرة القدم في عزاز وبعفرين والباب، وآخر الدورات تمت في مدينة راس العين وتل أبيض. طبعاً هاي الدورات تم مستمرة إن شاء الله. بعدين تم تشكيل اتحاد كمال الأجسام والقوة البدنية، كمان أقام دورات تدريب وتحكيم في كافة المناطق المحررة وعمل بطولة المحررة في مدينة عفرين. طبعاً هلأ الخطوات القادمة اللي جاية إن شاء الله، أطلقنا 7 اتحادات رياضية لكافة الألعاب. طبعاً هاي الاتحادات كمان يكون عملها مثل اتحاد كرة القدم وكمان الأجسام لإقامة دورات تدريبية وتحكيمية وبطولات على مستوى المحرر وتشكيل منتخباتها للمشارك في البطولات الخارجية. طبعاً مثل منتخب الجودو، شارك عدة مشاركات دولية في تركيا، شارك في بطولة كلس الدولية، شارك في بطولة حسين أوزكان دولية في ولاية كوجالي، شارك في بطولة كأس النصر في سكاريا لدولتين. طبعاً حقق نتائج كتير جيدة ورفع اسم سوريا الحرة في المحافل الدولية، وبنتمنى لكافة الألعاب أنه يصير عندها منتخبات ونحسن نشارك فيها في المحافل الدولية بإذن الله تعالى. احنا ببداية الهيئة صار عملنا في ضمن تركيا، صار تشكيل لجان وعملنا بتركيا وأسسنا لجان فنية، والحمد لله أقمنا نشاطات وبطولات على مستوى منيح ولقينا يعني نجاح واسع. ولفترة تقريبا يعني صار مدة سنة، ثم انتقل عملنا للداخل السوري المحرر، أقمنا بطولات وأقمنا عدة دورات تدريبية بالنسبة للملاكمة، أقمنا دورات تحكيمية، دورات تدريبية، أقمنا بطولة في مدينة الباب، بطولة ملاكمة للمحرر، ولقت نجاح واسع كبير، وسوينا دورات للبناء الأجسام والقوة البدنية، دورات تحكيمية ودورات تدريبية في مدينة الباب وعفرين وعزاز، ولقت نجاح واسع. وثم أقمنا بطولة للمحرر للقوة البدنية في مدينة عفرين، ولقت إقبال جماهيري واسع. وإن شاء الله نحن خطتنا المستقبلية هي إقامة منتخبات وطنية حرة للمشاركة في تركيا والبطولات الدولية إن شاء الله.